السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. اليوم سنواصل دورة البلوجر. درسنا اليوم على جوجل سيرش كونسول. جوجل سيرش كونسول على شنو هذا؟ شنو ملكية البلوج بتاعنا للجوجل، وفي نفس الوقت هي تهيئة للبلوج بتاعنا لمحركات البحث. نبدو في الريشيرش، نكتبو جوجل كونسول. ندخل على السيت الأول تبعنا، تحسين الأداء على البحث على جوجل، يعني هي اللي حشنا بيه. البدل هذه الواجهة الجديدة اللي عملها جوجل لجوجل سيرش كونسول. لكن هذه الواجهة، أما شو تعاملوا مع الواجهة الجديدة، شو بريكم كيفاش؟ أعطينا ديوز أوبسيون، واحد اسمها النطاق المميز، والأخرى بادئة عنوان URL. بطبيعة أنا دائما أفضل بادئة عنوان URL الذي تبدأ دائما بالـ HTTPS. إيش نعمل؟ نمشي للبلوج بتاعي، للبلوجر، نعمل عرض المدونة، أفشي البلوج، ونهز الـ URL بتاعي، كوبي. نجي نعمل كل دولة في بادئة عنوان إيهاري هذه تبدأ بالـ HTTPS. نعمل متابعة. هذه هنا كان الجوجل يطلب مني باش نهز كود معين ونحطه في المدونة متاعي، لكن توا حسن من الأداء متاعه ولا أنا معاش نستحقه باش نهزه حتى كود، ولا يقول لي يعني تم التحقق من الملكية تلقائية. شيء هذه الواجهة الرئيسية لجوجل سيرش كونسول، اللي هي الأداة بتاع تحسين الموقع بتاعنا، وأكيد نشوفوهم في التطبيقات في قادم الفيديوهات.